لو عايزين تعرفوا ايه هي الخمس حاجات اللي اوعى انت تعملهم كرجل، يلا اعمل لايك بسرعة الفيديو وكمل الفيديو معايا. الفيديو ده مهم لكل واحدة حابة تعرف ايه الحاجات المهمة تبقى موجودة في الرجل عشان تكون العلاقة بينكم مثالية، ولكل راجل عايز يعرف ازاي يحافظ على وجود البنت في حياته وما يطفشهاش بسرعة. اول حاجة نتكلم عنها النهاردة وهي الريحة. معلش كده سامحوني ان انا هتكلم في الموضوع ده، بس لازم نتكلم فيه. الريحة بقى يعني الناس كلها فاهمة ان انا هتكلم عن العرق وكده، مش العرق ده معروف، خد شعرك قبل ما تنزل وكده، بس اللي هتكلم عنه كمان البرفيوم اللي انت بتحطه. بلاش يبقى اوفر، بلاش يبقى ريحته نفاذه قوي، لان في ناس اصلا عندها حساسيه مش هيعجبها الموضوع ده، حتى من غير ما يبقى عندها حساسيه، مش كل الناس بتحب الروائح الاوفر. خليك في حاجه هاديه، وخصوصا لو انت رايح اول مقابله او لو انت رايح مكان شغل، ما تخنقش الناس اللي موجودين معاك، خليك في الروائح الهاديه بليز. اما بقى لو بتشرب سجاير فخلي بالك، ريحه السجاير مش لطيفه خالص، واحنا كبنات بنشمئز فعلا منها، وهي لو حست بريحه السجاير كده في المكان هتتخنق وتمشي، هتجري بعيد اصلا. فلو بتشرب سجاير حاول بقى ان انت كلوريتس معاك على طول، رايح جاي كده تاكل لبان وتخلي ريحتك لطيفه، ده لو يعني الكلوريتس قدر يغطي على ريحه السجاير. تاني حاجه هتكلم عنها النهارده وهي مظهرك وشكلك، يعني ان انت تبقى مهندم كده ولابس لبس مناسب للمكان اللي انت رايح فيه. يعني اكيد مش رايح تخطب وهتبقى رايح ببنطلون مقطع والجل في شعرك وعامله نواد روش، لا اكيد هيبقى فيه لبس سيمي فورمال، يعني بلوفر ساده وبنطلون ساده، يعني يا كبير لا كلاسيك قوي ولا هو كاجوال قوي، خليك كده في النص ما بينهم. واصلا اللبس ده في اي مكان هو اللي بيعجب البنت، جو الحاجه الساده من فوق ده مفيش حد بيعترض عليه، سواء لبنت او ولد. خلينا عارفين القاعده دي كويس، الحاجه الساده مفيش حد هيقدر يعترض عليها، لكن بقى الحاجات الاشكال الكتيره بقى والتيشيرتات مش عارفه اللي عامله ازاي وملونه وداخله حاجات كده كتير في بعض، جو شعبان عبد الرحيم ده ما بينفعش مع كل البنات، فخد بالك من النقطه دي كويس. كمان مهم ان انت تهتم بالشوز قوي، وان يبقى الشوز مناسب للبس اللي انت لابسه، ما يبقاش اللبس في وادي والشوز في وادي تاني. حتى لو انت ما بتحبش الحاجات دي قوي، بس معلش تعالى على نفسك، لو انت رايح حاجة مهمة حاول ان انت تلتزم بالحاجات دي. كمان هتكلم معاك في حاجة مهمة قوي، وهي ان انت تكون على طبيعتك، ما تبقاش متصنع. لو انت طبيعتك انك ما بتهزرش كتير، ما تقعدش في قاعدة فيها بنات وتفضل تقول نكت، يعني ما تبقاش الخليل كوميدي، يعني مش للدرجات دي، خليك كده عادي بطبيعتك. انت ما بتحبش تهزر مش لازم تهزر، لو انت بتحب تهزر اوكي هزر وكل حاجة، بس في حدود، ما تاخدش القعدة كلها للنكت والهزار والقفشات، يعني نخلينا وسط في كل حاجة عشان ما نطفش الناس اللي حوالينا. رابع حاجة بقى نتكلم عنها وهي الاسلوب وطريقة الكلام وكده، يعني في كده كلمات مشهورة معروفة يا ريت تبعد عنها خالص. يعني مثلا خلي بالك من نفسك وهي في البيت مثلا ورايحة تنام، هيكون مثلا يعني الكنبة هتخبطها، البوتاجاز هيعكسها، السرير هيزعلها، مش فاهمة يعني هتخلي بالها من نفسها ازاي وهي جوه البيت، مش للدرجة دي. يعني بلاش الحاجات المحفوظة اللي ملهاش معنى، خليك في اسلوب مبتكر خاص بيك، خلي ليك كده اسلوبك، مش الحاجات اللي بتتكرر على طول وخلاص. بلاش جو رايحة فين وجاية منين وعرفيني مش عارفه كل حاجه، والجو ده خصوصا في بدايه العلاقه ممل جدا ومحفوظ ومكرر كتير قوي، بلاش تعمل كده، خلي ليك اسلوبك. عايز تطمن عليها اطمن عليها في حدود، وخصوصا بقى هي لو كمان مش خطيبتك وانت بتسالها الاسئله دي ليه يا عم. خامس حاجه هنتكلم عنها والاخيره، اوعى تبقى هركليز بعضلاتك وان انت خلاص انا عندي عضلات فانا كده جامد جدا، خليك هركليز باخلاقك، اوعى تكذب. اهم حاجه بجد الصراحه لو كانت هي طريقك، والصراحه لو كانت هي اسلوبك في حياتك كلها، صدقني الناس هتقرب منك جدا. اغلب البنات بتعرف الصريح واللي مش صريح، بتحس بيه، فبلاش شغل انا عملته وعملته وعملته انت ما عملتش حاجه اصلا، اوعى تفتخر بحاجه مش بتاعتك اصلا، واوعى تكذب او تتجمل
عشان ابقى حلو وكيوت كده قدامها. خليك على طبيعتك، ده احسن حاجة. ما تقلقش، مش جو البطولات اللي انت هتحكيها اللي هتقربها منك، ولا جو ان انا عملت وعملت وعملت ده اللي هيبقى مبهر بالنسبة لها. اهم حاجة اخلاقك وانك تكون على طبيعتك. يا رب يكون الفيديو عجبكو، تكونوا استفدتوا منه. ان شاء الله هيبقى في فيديوهات جاية كتير بالاسلوب ده. يا رب تكونوا اتبسطتوا. متنسوش تعملوا بقى لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو عايزين نشوف فيديوهات اكتر، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.